السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة فيلوسوفيا، أرحب بكم في هذا الفيديو الذي سنخصصه إن شاء الله للحديث عن كيفية مناقشة مضمون النص، وذلك في إطار الفيديوهات التي خصصناها للفروض المحروسة المتعلقة بالسنة الأولى بكالوريا. إذن فيما يخص السؤال الثالث، فالمطلوب هو أنكم تناقشوا مضمون النص، ولما لا أن تقوموا بإبداء رأيكم الشخصي فيما قاله صاحب النص. غير هنا واحد نقطة أساسية اللي خصكم تاخدوها بعين الاعتبار، كتمثل بالأساس في أنه ملي كانت تحتو على المناقشة بشكل عام، فكانت تحتو على أربعة ديال العناصر أساسية. كاين واحد العنصر الأول اللي كيتسمى بقيمة الأطروحة، العنصر الثاني يتم استحضار المواقف المدعمة لموقف صاحب النص، في العنصر الثالث يتم إبراز حدود الأطروحة، العنصر الرابع يتم استحضار المواقف التي تعارض ما ذهب إليه صاحب النص. وربما هنا البعض منكم غادي يتساءل ما المقصود بقيمة الأطروحة والمقصود بحدود الأطروحة. بالنسبة لقيمة الأطروحة، المقصود بها هو أنكم تبرزون نقط الإيجابية في تصور صاحب النص، بمعنى نقط القوة. وعلى العكس من ذلك، عندما نتحدث عن حدود الأطروحة فإننا نتحدث عن نقط الضعف التي أغفلها تصور صاحب النص. نعطيكم مثال، إذا رجعنا لهذا النص الذي بين أيدينا، غنلقاو بأن القيمة ديالو، يعني الأهمية ديال هذا التصور، في ماذا تتمثل؟ تتمثل أنه قدم لنا واحد الأطروحة حول اللاوعي، حول اللاشعور، واعتبر هذا اللاشعور واحد الفرضية التي لا مناص منها، باعتبار أن اللاشعور كيفرض ذاته على مستوى الحياة النفسية للفرد. إذا ما قدمه صاحب النص له قيمته الفكرية، عنده قيمة، القيمة ديالو التاريخية. علاش؟ لأنه تجاوز التصور الفلسفي التقليدي حول الوعي، خاصة فلسفة الوعي مع ديكارت صاحب القولة الشهيرة أنا أفكر إذن أنا موجود. أيضا هذا التصور هذا أسس تصورا جديدا حول الإنسان، مضمونه أن الإنسان ما كيجديش فقط الوعي، بل أيضا هناك جانب اللاوعي أو ما يسمى باللاشعور. إذن الإنسان بالنسبة لصاحب النص يتجاذب جانبان، جانب الشعور وجانب اللاشعور، وهذا التصور هذا راه هو اللي ساهم في ظهور فلسفة اللاوعي، وأسس لنا واحد المدرسة ديال التحليل النفسي في علم النفس، الشيء الذي أثر بشكل كبير في الفكر والمعرفة الإنسانية بشكل عام. إذن بهذه الطريقة هذا شنو درت؟ إذن قمت بإبراز قيمة الأطروحة، بمعنى النقط ديال القوة اللي كيتميز بها تصور صاحب النص. من بعد ما كنبرز هاد القيمة هذه، ممكن أيضا أن أبدع في إبراز نقط القوة عن طريق استحضار مجموعة من الأمثلة التوضيحية. فواقع الحال يؤكد على أن الإنسان ما كيتحكمش فيه فقط جانب الواعي، الجانب الشعوري، بل أيضا للجانب اللاشعوري واللاواعي دور كبير في حياة الأفراد، وبالضبط في حياة النفسية للأفراد. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ممكن نعطي مثال بالأحلام، ممكن نعطي مثال بالمخاوف ليست، ممكن نعطي مثال بزلات اللسان، إلى غير ذلك من الأمثلة اللي كتأكد بشكل جلي بأن الجانب اللاشعوري موجود. بعد إبراز قيمة الأطروحة يتم الشروع مباشرة في استحضار المواقف المدعمة لموقف صاحب النص، يعني مواقف اللي كتتفق مع صاحب النص في التصور دياله. وهنا ضروري لابد من الإشارة لواحد نقطة أساسية، راه أثناء المناقشة ما كنقولوش موقف فلان يؤيد فلان ولا فلان مؤيد لفلان، العبارة ديال مؤيد ومعارض ما كنكتبوهاش نهائيا في المناقشة، كنعوضها بعبارات أخرى كتأكد من خلالها أنت كتلميذ على أن الموقف اللي وضفتيه موقف مع فلان ولا موقف ضد فلان. مثلا
على مستوى قيمة الأطروحة ستقوم باستحضار المواقف المدعمة لموقف صاحب النص. كيفاش غادي تكون الصيغة هنايا إلا بغينا نستحضروا الموقف المؤيد؟ سنقول إذا كان صاحب النص يؤكد على أن فرضية اللا شعور فرضية ضرورية ومشروعة لمجموعة من الأسباب، فإن فرويد يؤكد هو الآخر على أن اللاشعور يلعب دورا أساسيا في الحياة النفسية للفرد، ثم تقوم بشرح تصور فرويد. إذا هنا كما كتلاحظوا راه ما قلناش بأن فرويد يؤيد تصور صاحب النص، ولكن ديك العبارة ديال يؤيد عوضناها بعبارة أخرى كتمثل في يؤكد هو الآخر. إذا يؤكد هو الآخر كتعني وكتبين لنا من خلالها كتلميذ بأن الموقف الذي توظفه هو موقف يتفق مع صاحب النص. هذا من جهة. بعد استحضار المواقف المدعمة يمكنك الاقتصار على موقف والتوسع فيه، ويمكنك أيضا استحضار موقفين أو مجموعة من المواقف وشرحها بالشكل المطلوب مع تفادي، أقولها وأعيدها، مع تفادي السقوط في خطأ اختزال المواقف الفلسفية في فكرة أو فكرتين. لا يعقل أنك يكون عندك واحد تصور معين وتختزله في فكرة وفكرتين وتقول بأنك ناقشت بالشكل المطلوب. إذا قد ما اختزلت المناقشة قد ما ستساهم في اختزال نقطك أو النقط المخصصة للمناقشة. إذا بعد إبراز قيمة الأطروحة واستحضار المواقف المدعمة لها، يتم الانتقال إلى الاشتغال على نقطة ثانية في المناقشة تتمثل في إبراز حدود الأطروحة. وكما قلت قبل، المقصود بحدود الأطروحة هي النقط الضعف ديال التصور اللي اشتغلتوا عليه، بمعنى النقط التي أغفلها تصور صاحب النص. فمثلا بالنسبة للنص الذي بين أيدينا، ما يعاب على هذا التصور أنه ركز بشكل كبير على بعد واحد من الحياة النفسية للإنسان، وهذا البعد هذا هو اللي كيتمثل في اللاشعور أو اللاوعي، وأغفل باقي الأبعاد الأخرى. يعني هذا التصور هذا النقطة ديال الضعف دياله كتمثل في أنه لم يبرز دور الوعي في حياة الإنسان. ما اعتبرش أيضا بأن الوعي هو عبارة عن واحد 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 بعد اللي هو ضروري وعنده دور كبير في حياة الإنسان. إذا أغفل البعد ديال الوعي، وأغفل أيضا دور المجتمع والتنشئة الاجتماعية في تكون الفرد والدور الذي تلعب هذه الأخيرة في الحياة النفسية للفرد. صحيح أن سلوك بعض الناس قد ينتابه نوع من الاضطراب، هذا الاضطراب هذا الذي قد يفضي أحيانا إلى أمراض وعقد نفسية، ولكن الإنسان قادر مع ذلك على معالجة ذاته بواسطة ماذا؟ بواسطة الوعي، بواسطة الشعور. الوعي بماذا؟ بالأسباب الحقيقية لتلك الأمراض والاضطرابات النفسية، ربما اعتمادا على نفسه. ملي كنقول اعتمادا على نفسه يعني اعتمادا على وعيه الخاص، يحاول هذا الإنسان أن يقوم بتشخيص حالته أو بمساعدة وعي آخر. عندما يلجأ الإنسان إلى الطبيب النفسي، إذن هنا لا يمكننا إنكار دور الوعي، كما لا يمكننا أن نرجح الكفة للشعور على حساب الوعي. فالإنسان دائما سيبقى ذلك الكائن الذي يتميز عن باقي الكائنات الأخرى بالعقل، وهذا الكائن هذا كيفكر، وبما أنه كيفكر لا يتحكم فقط فيه الله شعور، ما كيجيش فقط الله شعور، لا، بل أيضا الجانب الأكبر اللي كيجينا باعتبارنا كائنات عاقلة واعية مفكرة يتمثل في الوعي أو الشعور. إذا بعد الاشتغال على حدود الأطروحة وإبراز نقاط الضعف ديال التصور ديال صاحب النص، يتم الانتقال آنذاك إلى استحضار المواقف التي تعارض ما ذهب إليه صاحب النص. هنا ركزوا معايا مزيان، راه ملي كنستحضروا المواقف المعارضة لما ذهب إليه صاحب النص، راه ما كنقولش نهائيا موقف فلان يعارض فلان، لا، كنعوض هاد الصيغة هذه بصيغة أخرى
كتبين من خلالها كتلميذ أن الموقف الذي ستوظفه وستشرحه هو موقف معارض لما ذهب إليه صاحب النص، بلا ما تقول بأنه يعارض. بحالاش دوك الصيام مثلا، هنايا كاين واحد التصور ديال ألان الذي يرفض أن يكون الله شعور أساس الحياة النفسية، معتبرا أن المتحكم في أفعال وأفكار الإنسان يتمثل في الوعي أو الشعور. إذا هنا باش نوضف التصور ديال ألان خصنا نستعمل واحد العبارة اللي هي على عكس الموقف ولا المواقف السابقة، نجد تصورات أخرى تؤكد على أن أساس الحياة النفسية يتمثل في الشعور وليس اللاشعور. وهذا بالضبط ما ذهب إليه الفيلسوف الفرنسي ألان عند تأكيده على أن أفكار الإنسان وأفعال الإنسان هي نتاج لذات فاعلة واعية، ثم بعد ذلك تقومون بشرح الموقف ديال ألان بالشكل المطلوب مع تفادي اختزال موقف ألان والمواقف المعارضة لموقف صاحب النص في فكرتين أو فكرتين، لأن هذا الاختزال هذا لا يخدم المناقشة بشكل نهائي. إذن هذا ما يتعلق بالمراحل ديال المناقشة، ولكن بما أن الأمر كيتعلق بالسنة الأولى بكالوريا وضروري أن نمشي معكم بواحد نوع من التدرج، إذن في المناقشة ممكن أنكم تبدأوا بالتذكير بموقف صاحب النص وتحاولوا أنكم تديروا هذا الموقف هذا في فكرة عامة. في الخطوة الموالية تقوموا باستحضار مواقف المدعمة لموقف صاحب النص، ثم في الخطوة الثالثة تقوموا باستحضار المواقف المعارضة لموقف صاحب النص، ثم في الخطوة الأخيرة تقوم بإبداء الرأي الشخصي المدعم. باش نبسط لكم أكثر غادي نعطيكم واحد النموذج اللي غيكونوا فيه صياغ ديال كل خطوة من هاد الخطوات هذه. هاد الصياغ هذه ممكن الاستعانة بها وتاخدوها فقط على سبيل الاستئناس، على أساس أنكم مدعوون ومطالبون بنوع من الاجتهاد والإبداع على مستوى المناقشة. إذن باش نخدم المناقشة ديال هاد النص اللي هي عبارة عن السؤال الثالث، ممكن نقول إذا كان صاحب النص الذي بين أيدينا قد أكد على أن فرضية اللاشعور فرضية ضرورية ومشروعة، وأنها تلعب دورا أساسيا في الحياة النفسية للفرد، فإن الطبيب النفساني سيغموند فرويد يفترض هو الآخر أن اللاشعور أي اللاوعي يبقى هو المتحكم والمسير للحياة النفسية للفرد، على اعتبار أن هناك أفكار وأفعال تصدر عن الإنسان لا يمكن أن نجد لها تفسيرا على مستوى الشعور، لذلك وجب إرجاعها إلى دوافع لا شعورية لا واعية من أجل معرفة الحقيقة النفسية للفرد، والتي لا يعكسها لنا الوعي بل يحجب عنا حقيقتها. من هنا يقر فرويد بأن اللاشعور هو المتحكم في الحياة النفسية للفرد وفي سلوكاته وأفعاله. إذن أنا شنو درت؟ قمت بالتذكير بموقف صاحب النص، ومباشرة قمت باستحضار الموقف المدعم له. إذن كندير نقطة وكنرجع للسطر على أساس أنني غادي نستحضر المواقف المعارضة لموقف صاحب النص. الصيغة اللي غادي ندير هي كالتالي: على عكس الموقفين السابقين، الموقفين السابقين بمعنى الموقف ديال صاحب النص والموقف الذي يدعمه. إلا درتي على مستوى المواقف المدعمة لموقف صاحب النص أكثر من موقف، يعني موقف صاحب النص وجوج ديال المواقف مدعمة له، راك غادي دير على عكس المواقف السابقة. إذن هنا أنا درت فقط موقف مدعم لموقف صاحب النص، غادي ندير على عكس الموقفين السابقين: نجد ألان يرفض أن يكون اللاشعور هو أساس الحياة النفسية للفرد، كما يرفض أن يكون هو المتحكم في أفكار وأفعال الإنسان. فالمتحكم في الذات الإنسانية حسب ألان يتمثل في الوعي أي الشعور وليس اللاوعي.
فمدرسة التحليل النفسي من خلال طرحها لفكرة اللاشعور في نظره ترتكب مجموعة من الأخطاء عند تفسيرها لأفكار وأفعال الإنسان، ومن أخطر هذه الأخطاء أنها جعلت من اللاشعور أنا آخر بمعنى وعي إلى جانب الأنا والوعي الحقيقي له سلطة على الذات. والصحيح في نظر ألان أن الإنسان ذات فاعلة ناطقة ذات منفعلة، وكل أفعال هذا الإنسان وأفكاره هي نتاج للوعي، والعلاقة الممكنة بين الوعي واللاوعي على افتراض وجود هذا الأخير في نظر ألان هي علاقة تبعيات اللاوعي للوعي وليس العكس. إذن هنا قمت باستحضار الموقف الذي يعارض موقف صاحب النص، وما قلتش يعارض، بل عوضت هذه العبارة بهذه على عكس الموقف أو المواقف أو الموقفين السابقين نجده. إذن ديك العبارة ديال على عكس كتوضح بأن الموقف لا تطفو موقف معارض. شنو بقى لي دابا؟ بقى لي وجهة النظر ديالي، وباش نعبر على وجهة النظر ديالي يقدر نعتمد مجموعة من الصيغ. كان أقول مثلا: وفي ظل هذا التعدد والاختلاف على مستوى الآراء والتصورات والمواقف والأطروحات يمكننا القول أن، وكتعطي وجهة النظر ديالك الخاصة وكتبررها. كأن نقول مثلا: يتضح أن إشكالية الوعي واللاوعي إشكالية فلسفية حقيقية اختلفت حولها التصورات والآراء، ولكن في ظل هذا الاختلاف يمكننا التأكيد على أن الإنسان محكوم بمحددين اثنين يتبادلان التأثير والتأثر، وهذين المحددين هما الوعي واللاوعي، وهذا التأثير المتبادل بينهما لا يقلل من أهمية الوعي بالنسبة للإنسان. وهنا ممكن على مستوى تفسير وجهات النظر الاستعانة ببعض الأمثلة التي توضح من خلالها موقفك الخاص، والتي يبرز أيضا من خلالها المجهود ديالك الخاص. بهذا نصل إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، في أمان الله.